نحن دناطير نحم بأجنحة فوق الغيوم حيث أقوى سوء قدح وحيث النجوم والأصدقاء والأبطال لأغنيتنا يستمعون سنكون البسمة حيث تكونون والموسيقى ستسحركم وبعيدا عن الأرض ستحلقون لا شيء الآن سيوقفنا في لامفيا هزم فريق وينكس والاختصاصي فريق باسيليسكس وقد كسبت كولون من ستيلا وعيشة قوى بلوميكس ودعت دافني الجنيات إلى المدرج الذهبي للألحان وكانت ميوزا سعيدة إلى حين أطلق تريكس وسيلينا مخلوقات باندمونيان سبرايت ما تسبب بضجة كبيرة دوامة النيرة تريدين الانضمام إلى جانب الشر إذن؟ هذا في مصلحتك أعرف كيف أصل إلى بلوم سيلينا أراهن أن كتابك يستطيع إيصالنا إلى بلوم سريعا نعم لدي القصة الأمثل تحت قصر الدومينو توجد دوامة النيران سحرها عنيف جدا وحتى بلوم لا تستطيع احتمالها حقا حفرة محترقة ممل هذا مؤسف لأن دوامة النيران موطن أيضا لأكل النار الآن أصبح الأمر مثيرا سنحارب النار بالنار غريب أن تذكري دومينو لأنني دعيت إلى احتفال حصري هناك لن تجدي صلة أفضل من ذلك اذهبي إلى تلك الحفلة وجدي طريقة ما لتدمير بلوم وربما نمنحك عندها مستقبلا معنا دافني أنا سعيدة جدا من أجلك أخيرا ستصبحين وريثة العرش اليوم تستحقين هذا شكراً بلوم لكنني متوترة قليلاً دافني لا تقلقي نحن معك صحيح؟ أجل هذا يعجبني والآن أين الجميع؟ سؤال وجيه سأرى بلوم هل عثرت عليهم؟ نعم إنهم هناك سكاي هل تكلمك بلوم عن دافني؟ هل تقول إن كانت تذكرني أم لا؟ ها؟ ماذا؟ سكاي، ثورين، نحن هنا مرحبا بلوم، كنت أتحدث عنكما مع سكاي أو أحاول على الأقل مهلا، ماذا؟ عجبا، أنت شارد الذهن اليوم نعم، أنا آسف جدا، يجب أن أذهب ما الأمر يا ترى؟ دعنا نرى بلوم ما الأمر؟ أشعر بالضعف ربما لأنني شاركت قوى التنين الناري مع غيري أنت بخير سأساعدك شكرا فلورا أنا بخير واثقة عليك أن تشربي ماء حصريا لدى nightosphere.net وقناة نادي وينكس عربية لنرى ماذا تفعل الأخريات ماذا فاتنا؟ أتيتما في الوقت المناسب أشعر بالإلهام ليس هناك ما هو أفضل من تتويج الملكي إنه رسمي جدا انتظر قليلا كيكو علينا أن نحسن مظهرنا على شرف مناسبة اليوم استعددنا للاندهاش ستيلا مهلا وينكس سأصلح الأمر لنجرب ذلك
ماذا اتفقنا؟ يا للأناقة، هكذا أفضل. حسناً دافني، جاء دورك. أي لون سأختار لك الآن؟ الأخضر أم البنفسجي؟ وجدتها. كيكو، أنت في منتهى الأناقة. بحق، أنت تجعلنا نبدو لا شيء مقارنة بك يا صاحب السمو. إنه جميل. ألست بارعة جدا؟ أثرت أعجابي ستيلا، أشعر أنني ملكة حقيقية. ها هي دافني. جاءت دافني. ها هي. هناك من لا يستطيع رفع بصره عنك. يا شعب دومينو، يا أصحاب الفخامة، أنا وماريون نرحب بكم بكل حرارة. كيكو، ماذا يجري؟ أشكركم لأنكم انضممتم إلينا في هذا اليوم الخاص. يشرفنا دياسبرو، ليس مشاركتكم لنا في هذه المناسبة. لنخبر الأخريات. فهيا. انتظرت عائلتنا طويلا، وبصفتي ملكة دومينو يشرفني أن أمنح ابنتي الكبرى دافني لقب ولية العهد. هذا أصبح لك الآن، ضعيه بكل شرف. أنا فخورة جدا بك. أتعهد بأن أبذل جهدي من أجل مملكة دومينو وشعبها. أيتها الأميرة، أتسمحين لي برقصة؟ أحب أن أرى دافني سعيدة هكذا. نعم، إنها تبدو رائعة بلوم، لكن لا أحب أن تكون مع ثورين. لماذا؟ ما العيب فيه يا سكاي؟ يجب أن تعرفي حقيقته. قبل الانضمام إلى ريد فاونتن في صغرنا، التحقنا أنا وثورين بالمدرسة نفسها، وفي أحد الأيام كنا في غابة إيراكليون نبحث عن أثار حيوانات، وفجأة هوجمنا. تركني هناك وسط المعركة، نجوت بكل صعوبة لكن من دونه. سكاي، لم أكن أعلم. لم أرد أن أحبطك، أردت أن تعرفي فقط. هيا لنريهم كيف يكون الرقص. محظوظة، لديها أميرتان شابتان متوازنتان. صحيح، إنهما شابتان رائعتان وطيبتان جدا. هذا رومانسي جدا. لأمر سيء. حان الوقت لنتصرف الآن. رقصة مذهلة. شكراً، شكراً، أشكر الجميع على حضورهم في هذا اليوم الخاص. كما أحب الحظ. بلوم. بلوم، بلوم، أنت بخير؟ الجميلة ليست بقوتها الكاملة هذه الأيام. ممتاز.
لدينا هدف سهل يا أنيسات. بلوم ضعيفة جدا ولا تستطيع حتى الكلام. أخبار رائعة، يبدو أنها الفرصة المثالية لشن الهجوم. سيكون هذا رائعا. ستحضرين أكلين رائع أولئك؟ لكن ذلك في دوامة النيران يعيش آكل النار. يا كتاب الأساطير، استحضر آكل النار من دوامة النيران، أنا آمرك لتشعل ألسنتكم الرعب الذي تتوقون إليه كثيرا. بلوم، بلوم، هل تسمعينني؟ سيكون كل شيء بخير، أنا معك. أوه سكاي. دافني، ماذا حدث لها؟ إنها أقوى التنين الناري ولم يعد لديها ما يكفيها لتدعم نفسها. أوه لا، لم نعلم قط. وينكس، هذا ليس ذنبكن، بلوم أرادت المساعدة. سكاي، خذها إلى غرفتها. أنت بحاجة إلى الراحة بلوم. ها؟ ها؟ لا أظن أنهم كانوا على قائمة المدعوين. ماذا يكونون؟ آكلين نار، جزءا من أسطورة قديمة في دومينو. ابتعدوا عنها. ها؟ سكاي، لا تدعهم يقتربون من بلوم. دافني، حورية السايرونكس. الأمر يعتمد علينا. سحر وينكس، بلوميكس، نور خارق، عائشة جنية الأمواج، عار حارق، يلمو أكثر لو نملكه، سلارة جنية الطبيعة، يمكننا أن نشاركه، ستيلا جنية الشمس المشرقة، إنها تلك الشرارة فهية الموت داخلنا، تكنا جنية التكنولوجيا، إليكم سيسبقنا، ميوزا جنية الموسيقى. وينكس، لنطفئ هذه النيران. واو، هذا ليس جيدا. سكاي، أسرع، يجب أن تخرج بلوم من هنا. الجولة الثانية. أنا سأحميك سكاي، اذهب. توقف. إلى أين تذهبان؟ دعيني أمر دياس برو. الوحوش استولت على المنطقة الشمالية من القصر. دوامة النار هي المكان الوحيد الذي تستطيع فيه بلوم أن تستعيد قواها. أتصدق ذلك سكاي؟ لا، لا يمكن أن تساعد بلوم، ابتعدي عن طريقنا. بلوم، بلوم، لا تقلق رجاء، أستطيع أن أتولى أمره. ضربة الجوهرة. هذا أجهدني كثيرا، يجب أن نعيد قوة بلوم وبسرعة، إنها الوحيدة التي تستطيع إيقافها. بسرعة احمل بلوم واترك سكاي هنا. ماذا الآن؟ من هنا. هيا لنذهب. إياك أن تفكر بذلك. أخيرا ستصبح بلوم من الماضي وسيصبح سكاي لي أنا. أين الفتاتان؟ إن كانتا معا فستكونان بخير. أين ذهب الجميع؟ أوه يا للهول، دوامة نيران. بعض الضيوف لا يفهمون أن الوقت قد حان ليغادروا. إن قوتهم الشديدة أسطورية. رائع، فقط أخبرينا كيف نهزمهم. الأسطورة تقول إن دوامة نيران وحدها هي التي تستطيع هزيمتهم. دافني، بلوم في خطر. حاجز الأمواج.
أظن أن ثورين ودياسبرو يأخذان بلوم إلى دوامة نيران الآن. دوامة نيران تاريخياً مكان سحري لاختبار قوة التنين الناري. لا يبدو هذا سيئاً جداً. بعد مرور قرون عديدة خرجت قوة دوامة النار عن السيطرة. بلوم ضعيف ولن تحتمل. هذا سيء جداً. دافني، نحن سنتولى أمرهم. اذهبي لمساعدة بلوم. هيا بنا سكاي. لقد وصلنا، أليس مشهداً خلاباً؟ ضع بلوم في وسط دوامة النار وفوراً، وسينتهي كل شيء تلقائياً. هناك؟ هل أنت متأكدة؟ لا تخف، إنها جنية التنين الناري، ولهذا فإن النار مفيدة لها. الأمر ليس معقداً. هي تريدها أن تستعيد قواها صحيح؟ ثورن لا! إياك أن تفعل ثورن، لا تستمع إلى دياسبرو. أنت فتاة شريرة. أنا في أحسن أيامي. سكاي، بلوم، ماذا تفعلين بها؟ دياسبرو، إياك أن تفعلي. استسلم سكاي، أنت أفضل منها بكثير. أنت من يجب أن يستسلم، تعلمين أنني أحبها. حصريا لدى nightosphere.net وقناة نادي وينكس عربية. كيف ستواجه هذه المأساة؟ لا، بلوم. سكاي، أمسكت بك. لا يمكنكما أن تفعلا شيئا. لا، يا أمي أخفتيني. أين ذهبت؟ سكاي، ثورن، ماذا كان ذلك؟ لقد سمعت بهذا المكان، إنها دوامة النيران. إنها رائعة وهي جميلة جدا. التنين الناري، تنين دومينو. هيا يا بلوم، تستطيعين ذلك؟ هيا ركزي فقط. هاجم بكل قوة التنين الناري. رائع، لقد نجح. لوميكس، 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 نور خارق، مصدر طاقة نشهره، لمعان حارق يلمع أكثر لو نملكه. بلوم، جنية التنين الناري، لولا أن نشاركه. يا رفاق، ماذا سنفعل الآن؟ حسنا، يجب أن نظل معا. أعلم، لن أخذلك ثانية، أعدك. بلوم، عاصفة النار. جميل، لابد أنها نجحت في اختبار الدوامة. بلوم، أنا سعيد برؤيتك. أنا سعيدة أيضا برؤيتك سكاي، لنقضي على هذه الوحوش الآن. يجب أن نسرع، إنها في كل مكان. هيا هيا. لا أعرف كم أستطيع أن أصمد. أعلم، ولكن يجب أن نصمد.
هذا صحيح يا أيشة، لكن هناك جنية أخرى ستساعدكن. بلوم، لقد عدت وحصلت على قوة بلومكس أيضا. أحسنت يا فتاة. سكاي، شعرت بخوف شديد في ذلك اليوم عندما كنا طفلين. أنا آسف جدا. لا عليك ثورين، نحن الاثنان كبرنا الآن. تصالحنا إذن. أجل. ليت هناك أميرا وسيما لأرقص معه. أجل، هذا متوفر. ثورين، ربما هناك فتاة مميزة تريد أن ترقص معها. والسحر هو ما قدمتم لي، ما سيحدث هو غير مهم، ما يربط بيننا أهم، فدعونا بالرقص نهتم. خذ بيدي. أنا سعيدة جدا من أجل بلوم وسكاي، إنهما يحبان بعضهما كثيرا. بإحساس ونحن نطوف فيما بين الغيوم وبدون هموم. خذ بيدي، هيا معي، هيا بنا نخرج معا ولنرقص بإحساس ونحن نطوف فيما بدون هموم. على وينكس تعلم المزيد عن كتاب ليجندريوم من أجل وضع حد لفريق تريكس، وهذا يتطلب رحلة عالمية حول الأرض حيث تكون دافني دليلهن. لكن عندما تتجه وينكس في الطريق الصحيح، تستخدم سيلينا كتاب ليجندريوم لتستدعي مومياوات الإسكندرية ليعترضوا طريقهن.